مش حلوة. مش حلوة لفقدان لاعب عزيز علينا برشا، على كل التونسيين، مش كان على ترجي بس. هو المرحوم الهادي برخيصة، اللي لعب عطاء للترجي وعطاء المنتخب، لاعب كبير معناتها في سن 24 سنة ولا 25 سنة تاخذوا المنية معناتها في الملعب. كان خوه هادي، ما تلعبنا في كأس أفريقيا 96 في جنوب أفريقيا، ديما ناموا مع بعض، أنا فرد غرفة أنا. بعدين جينا بسنة بوكاس وقت عندنا ترشح لكأس العالم نلعبوا مع مصر في تونس. الهادي مات قبل المباراة بأسبوع، مات في الملعب مع ترجي على الضيق على اليسار، تلعب الهد الفوق بعدين بلع لسانه، في اسعافات وصارت بعدين ربك كتب له باش يكون عنده الله يرحمه. هذيك اللحظه اللي كانت عصيبه جدا بالنسبه لي، هذا كان في الرياضه. عندي قلب صحيح اليوم، احساس كل عندي احساس اليوم مسكت نفسي شويه، مش نعديها كنا نبكي الحمد لله الله يرحمك.